اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج لوين رايحين. زي دايما رح نسلط الضوء على احلى الفعاليات اللي صارت ورح تصير الاسبوع الجاي. وهلا خلينا نشوف الفعاليات اللي صارت وين راحوا الناس الاسبوع الفات. بلش اول فعالياتنا في مدينه رام الله. فضل مهرجان رام الله للرقص المعاصر في عرض الاختتام قدمت الفرقة التونسية نوال الاسكندراني عرض راقص على مسرح قصر رام الله الثقافي. العرض بيسلط الضوء على أهمية الرقص وبشجع الراقصين في تونس على الرقص. اليوم عندنا يوم الاختتام بعد 8 أيام من عروض المهرجان. اليوم عندنا فرقة نوال الاسكندراني من تونس في عرض الاختتام. العرض بدون موسيقى حية، رقصين رقص معاصر وتيشوز وفيديو بروجيكتر. العرض بتكلم، اسم العرض حي عن الحياة ري اكزيستونس، وبيحكي عن الراقصين وحياتهم في تونس وبشجع الراقصين على عيش حياة طبيعية. فعاليات جديدة ومميزة صارت في 6 مدن فلسطينية. ثنائي روماني اسمهم كيروكو رسموا جداريات في مدن متعددة بهدف نشر المحبة ويأكدوا على رسالتهم إنه قوة المجتمع في المحبة. رسم الجداريات كان ضمن مشروع بذور للتغيير المنفذ من قبل منتدى شارك الشبابي، وهالجدارية كانت في جامعة فلسطين التقنية الخضوري في مدينة طول كرم، وكان في مشاركة كبيرة من قبل طلاب الجامعة. اليوم عندنا فعالية قسم الفنون بالتعاون مع وفد أجنبي. بعد الفعالية رح نرسم جدارية اللي هي استكمال لخمس جداريات سابقة قاموا فيها هذا الوفد الأجنبي. في كل جدارية كانوا يتركوا، هم بدهم يتركوا رسالة معينة هي قوة المجتمع في المحبة، وفي كل جدارية كانوا يتركوا كلمة، وهذه الجدارية هي الخاتمة لهذه الجداريات، وقاموا بعملها باللغة العربية كختام وحطوا فيها الجملة الكاملة. اليوم بالجامعة بالتعاون مع الوفد الأجنبي حبينا أن نغير الجداريات الموجودة عندنا بالجامعة، هي ما فيها حيوية أو شيء، صامتة كثير، فحبينا نغير فيها ونضيف عليها ألوان. فعاليات متنوعة رح تصير الأسبوع الجاي، خلينا نشوف مع بعض شو أبرزها. بتنظم جمعية الكمنجاتي مهرجان الموسيقى الروحانية والتقليدية تحت رعاية وزارة الثقافة، وضمن فعاليات القدس وعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019. وبيتكون المهرجان من تقديم عروض موسيقية ذات جودة عالية ومحاضرات ومعارض وصور وورشات عمل وجولات مصحوبة بمرشدين في جميع أنحاء فلسطين. هذا العام الكمنجاتي بنظم مهرجان الموسيقى الروحانية والتقليدية للسنة الرابعة على التوالي تحت رعاية وزارة الثقافة، والمهرجان سيكون ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019 مع اللجنة الوطنية للقدس عاصمة الثقافة الإسلامية. راح يكون في كثير فرق تشارك في هذا المهرجان اللي راح يبدأ من 12 نيسان لغاية 27 نيسان في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وخاصة في الأماكن الأثرية القديمة. عشان هيك رح نبدأ في قصر هشام بأريحة يوم الجمعة والسبت، ومن ثم المهرجان سيجوب رحلته إلى مدينة القدس ومن ثم مدينة رام الله. وبالمناسبة في مدينة رام الله رح يكون معنا الفنان العربي التونسي لطفي بوشناق يوم الأربعاء 17 نيسان الساعة 8 مساء، ولأول مرة بيشارك معنا في هذا المهرجان، وسيكون أيضا عرضه صوفي بعنوان مناجاة. عرض جميل جدا، إحنا متحمسين كثير لمشاهدة هذا العرض الجميل مع الفنان الكبير. ومن ثم بيستمر المهرجان في قرى بني زيد، وهو يعني لمدة 3 أيام، وراح يكون في 21 نيسان في غزة، بينتهي في 27 نيسان بهذا الشهر. في رام الله رح يتم تنظيم مهرجان نوار نيسان اللي بيحمل هاي السنة موضوع الحياة البرية والتنوع البيئي في فلسطين. رح يشمل المهرجان العديد من الورشات الفنية ورحلات استكشاف للطبيعة ومعرض للكتب ومعرض لصور الأزهار البرية في فلسطين.
مهرجان نور نسان الأطفال هو مهرجان سنوي بتنظمه بلدية رام الله وسرية رام الله الأولى ومركز الفن الشعبي ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. كل سنة بيحمل المهرجان موضوع مختلف. السنة موضوع المهرجان بالأساس هو عن الحياة البرية في فلسطين وعن التنوع البيئي في فلسطين. المهرجان السنة راح يكون في 18 و19 و20 أربعة. 19/4 هو عمليا هو اليوم المركزي وهو اليوم العائلي، راح يكون في مركز جبل النجمة في سردة أبو قش. وفي 18/20/4 راح تكون في فعاليات متوزعة يعني على مؤسسات هاي المدينة. بالأساس الورشات هي ورشات فنية في رحلات استكشاف للطبيعة، في كمان معرض كتب، وفي كمان معرض صور للأزهار البرية في فلسطين. وطبعا نتعاون دائما مع مدارس المدينة من أجل استقطاب دائما طلاب المدارس يجوا على الورشات ويتفاعلوا مع الورشات. يعني احنا بنحب ندعوكم لحضوركم للمهرجان تحديدا في 19/4 وهي اليوم المركزي يوم العائلة، لأنه هو يوم مفتوح راح يكون في فعاليات متنوعة في مركز جبل النجمة في سردة أبو قش. تنظم جمعية أصدقاء جامعة بير زيت ماراثون الحق في التعليم الثاني، والهدف من الماراثون هو دعم أكثر من 100 طالب في جامعة بير زيت. رح يشمل الماراثون أنشطة متنوعة للكبار والصغار ودبكة فلكلورية وتكريم فائزين، ورح يكون هالماراثون تحت شعار جامعة عيلة. بدعوكم للمشاركة في ماراثون الحق في التعليم الثاني يوم الجمعة 19/4 في خط البداية أمام بلدية بير زيت. رح نتوجه سويا لتحقيق هدف إنساني دعم أكثر من 100 طالب فقراء في جامعة بير زيت إلى خط النهاية في داخل الحرم الجامعي. أنشطة متنوعة للأفراد الكبار والصغار تحت شعار جامعة عيلة نلتم، وهدفنا إنساني وفريد في داخل أكبر جامعة من جامعات الوطن جامعة بير زيت. تكلفة المشاركة للفرد 35 شيكل، للطفل 20 شيكل. هالسعر الرمزي بيأثر فرق في حياة كل فرد نفسه يتعلم في جامعة بير زيت. كونوا معنا. في نعلين رح يتم افتتاح معرض سقف البلد اللي هو ضمن مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية. بيحتوي المعرض على 10 أعمال فنية اشترك فيها شباب وشابات من قرية نعلين، وهالمعرض مختلف من حيث المحتوى والموضوعات وأشكال العرض، وهو فرصة لتطوير الحوار المجتمعي وتقديم نماذج مختلفة من الفنون. هو مشروع لتوظيف الثقافة والفن في تطوير المشاركة المجتمعية. ينفذ هذا المشروع في عدد من المواقع ومنها موقع نعلين، والمشروع مستمر في منطقة نعلين، بلدة نعلين ومنطقتها منذ سنتين تقريبا، منذ سنة ونحن نعمل على هذا المعرض. اليوم يأتي هذا المعرض كتتويج لجزء من المشروع، هو تتويج لمرحلة معينة من المشروع، وفي نفس الوقت هو تطوير لعملية الحوار والبحث اللي استمرت منذ حوالي سنة. هذا بشكل عام. المعرض اسمه معرض سقف البلد، سيتم افتتاحه يوم السبت الساعة الثانية بعد الظهر، وهو مناسبة لأنه يكون في هناك حضور من أهالي نعلين ومن المناطق الفلسطينية، المدن والقرى الفلسطينية، للإطلاع على المعرض والأعمال الفنية المعروضة فيه كنماذج. للمرة الأولى في فلسطين رح تنظم جمعية سوار في القدس منصة فنية بتقدم من خلالها مجموعة من العروض الفنية والحركية والموسيقية والتشكيلية ضمن مهرجان سوار الفني الأول، وهالمهرجان رح يستمر على مدار يومين. مهرجان سوار الفني الأول هو منصة فنية بتقدم مجموعة من المنتجات الفنية والبرامج اللي قلنا بنشتغل فيها على يعني من 2011،
وهذا المهرجان هو لأول مرة إحنا عم منقوم بهاي التجربة. رح يكون المهرجان على مدار يومين ب 19 وب 20 أربعة، يوم بيجوا يوم جمعة وسبت. النشاطات رح تكون من الساعة 11 الصبح يوم الجمعة للساعة 8:30 المساء، ويوم السبت رح تبلش من الساعة 4 للساعة 8. رح يتخلى البرنامج كتير نشاطات فنية متنوعة للصغار وللكبار، زائد عروض مركزية على الساعة 7. منحب كلكم انه تنضموا لتشاهدوا المهرجان وتحضروه. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج لوين رايحين، بشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.